نعم، إذا نحن موجودين بساحة الشهداء لنقل وقايع الثورة. وجود المتظاهرين. أهلاً. خيي لحظة بس دياب، أول شيء تحية لكل فريق العمل. بس أنا شو جايبك لهون؟ بس أنا ما فيني أقول لك خيي، بتعرف شو؟ رح أقول لك خيي أستاذ وليد. لا بس خلص بالثورة فيك تقول اللي بدك. شكرا للزميل. اسم الكريم؟ أدون. بتحبها انت هيدي. لحظة قرب. من وين؟ من استوديو. لحظة من وين؟ غيرت ما عدت استوديو. سؤال استاذ وليد، هل بعد عندك فوبيا من كباية المي؟ لا من الاساس ما عندي فوبيا، بالعكس حبيتها بوقتها. عن جد؟ ايه بوردت بعد كذا مسبي، هيدي بوردتني. بوقتها في كبايات طارت وفي كراسي طارت، وهلا بالثورة في كتير كراسي عم بتطير من تحت هيك معظم السياسيين. في فرق. ليه؟ بشو؟ وقت الكراسي رجعوا قعدوا عليهم هالمرة. هلا برأيي الكراسي اللي عم بتطير صعب انه يرجعوا يقعدوا عليها. صعب كثير؟ صعب كثير. خبرنا نهار الأربعاء شو رح يكون في بساحة الشهداء. أول شيء بدنا نقول إنه نحن اشتقنا لك كثير على الشاشة، صحيح أنت غبت عن الشاشة بس أنت رئيس تحرير نشرة أخبار. نحن بنضل نشوف بعض. نحن بنشوف بعض كل يوم بس أكيد الجمهور كثير اشتاق لك. اشتقت للعودة؟ اشتقت ترجع تطلع على الكاميرا؟ اي اشتقت للعودة، وخصوصا انه رح تكون مميزة، يعني انه عودة بهيك جو بهيك لقاء. قلب الثورة كان هون ونحن جايين على قلب الثورة. بطلب من كل المهتمين بالحراك بالقضايا البيئية انه يكونوا معنا لحتى يعبروا عن وجعهم لحتى يرفعوا صوتهم. اذا استاذ وليد رح نرجع نذكر كل مشاهدين شاشة الام تي بول، مشاهدين او مشاهدي زبط لي. مشاهدي ومشاهدات. مشاهدي ومشاهدات. اللي بالمشاهدة الثورة امرأة. الثورة امرأة. الحلقة رح تكون نهار الاربعاء اي ساعة؟ بعد الاخبار مباشرة. مباشرة بعد الاخبار مع استاذ وليد عبود. تكونوا كتار وبترجع بذكرنا بالهاشتاج لو سمحت. ومنا من الاستوديو اهيا هاشتاج نبض الساحات. طب تعرف شو؟ هيدي الكباية اعطيني اياها بالكامل. ممكن تعوزها بكره بقى. طيب اوكي.